مايكل عرف نفسك. مايكل أرمانيوس، منسق حركة الأهباط أحرار. نازل ليه النهارده؟ نازل عشان أشارك في الثورة ونرجع الثورة ونقول للناس كلها إن الثورة مبروك، الثورة بتاعتنا لسه ما نجحتش، الثورة مش تيكت بيتعلق على العربية، مبروك ثورة 25 يناير، ثورة شباب، مفيش فايدة، إحنا لسه ما شفناش أي حاجة، وسياسة المجلس العسكري، قوانين كتير ما اتفعلتش، قانون الطوارئ رجع تاني للأمد بسبب الثورة. لسه الدنيا زي ما هي، والمجلس العسكري لسه بيحكم بسياسة مبارك، وهو المجلس العسكري مجلس مبارك، فبالتالي لا احنا عايزين نعمل ثورة على الظلم تاني، وهنفضل نعمل ثورة، ما تعتبرش ثورة ولا حتى نص ثورة، فهنفضل موجودين في الميدان مشاركين كلنا ايد واحدة، مسلم مسيحي يعني مصري، بنشارك عشان دولة مدنية، لا لقانون الطوارئ، تفعيل قانون الغدر، نفسنا نشوف مصر أفضل وأحلى لكل الناس. في طيارات ما نزلتش، إيه رأيك؟ لا بيتهيألي كل واحد من اللي ما نزلوش دول اكيد كل واحد ليه مصلحه شخصيه، مطالب فئويه، احنا مطالبنا هنا مصر الام، مصر امنا كلنا، عايزين دوله مدنيه، احنا مش عايزين حد يقول انا عايز اكل وعايز اشرب، الاول بس نخلي مصر بلد حلوه للناس كلها والناس كلها تاخد حقوقها، مدنيه لكل الناس، بعد كده نفكر في مطالبنا، وانا شايف ان في خناقات بتحصل، احنا مش عايزين كده. في بيقولوا اعتصام يا مايكل، انت مع المعتصمين؟ لا لا احنا مش مع الاعتصام، احنا اخرنا هنا الساعه 8 بكثير، من 6 ل 8. لو في يبقى يوم 6 اكتوبر الاعتصام هيكون قدام وزاره الدفاع. خلاص يكون معاكم ان شاء الله. شكرا استاذ يحيى، شكرا.